سلامة. مرحبا بكم. لاباس؟ لاباس الحمد لله. قدم لنا روحك. هبة الله يعقوب بن عروس 18 سنة. هل ترى انه العلاقات أساسية في حياة أي شخص؟ بالطبيعة. كيفاش؟ هم برشا عباد يقول كي تقول علاقة يمشوا ديك علاقات حب بين المرأة والراجل. ألوغ لا لا، العلاقات نجم تكون بين الأصدقاء، بين العائلة، في المجتمع نتاعك معناتها تلقاها موجودة، حتى علاقة الإنسان مع ربي زادة مع الطبيعة، ذيك هي العلاقات الموجودة في حياتنا. لذلك الإنسان ما ينجمش يعيش من غير علاقة، خاطر هو إنسان كان اجتماعي بطبعه. لذلك بالنسبة لي مستحيل. فما برشا عباد تفضل العزلة، علاش؟ يمكن لخاطر تعرضوا الظاهرات كيف التنمر، التنمر تعمل العزلة. وينجم زادة ثم اللي عندهم مساكن، ما نقولش مساكن، هذاك هو بالعكس من عند ربي، معناتها اللي عندهم التوحد معناتها هذوكم يقعدوا منعزلين، يتعرضوا زادة للتنمر حتى هي داخلة في التنمر. وينجم زادة يكون تعرض الماضي خايب زادة، إنه صديقه خانه، أو إنه واحد من عائلة نجم زادة يكون زادة حتى هو خانه ولا ما عطاهوش اللي قارب معناها. قارب معناتها برشا حالات معناتها تهز الإنسان للانعزال. كيفاش نتفاداو خيانة الصديق؟ نتفاداو خيانة الصديق إنه تعرف تختار صديقك. كيفاش نجم تعرفه من الأول؟ أنا صعيب ياسر ديما أنا الحكاية هذه. اختبار، أعطيه سر صغيرة وكذبة، شوفوا كان باش ينشروا هذاك باش معناتها راهو باش ينجم يخونك أكثر من مرة. كان ما ينهوش باش ينشروا الخبر هذاك معناتها راهو ماهوش باش يخونك. زعما ديما نعملها وتصدق. نجم فما زوز اصدقاء يكونوا ما يحكيوش اسرار بعضهم، مي بعد فتره نتاع فتره معناها كي نقول لك سنوات تكتشف اللي صديقك خاين. اكيد مش من الاول باش اكيد مش من الاول معناتها هذيك حكايه منه هو معناتها هو ما احترمش العشره، ما احترمش الصداقه، ما احترمش الشخص اللي هو معاه، معناتها عنده حق معناتها يسيبه. وكهو ما يحزنش الواحد على الدرجة انه يعمل معناتها ما تنجمش تحزن على انسان خاين. اي هما ثم بيت يحزنوا ويتغشوا وتغيظهم الفازه يسخطوا تبدا 10 نتاع 10 سنين ولا ما اكثر. هو مسكين يولي بالنسبه لي حاجه معناتها بيزار، معناتها كيفاش واحد يوصل للدرجه هذيك للنزاله انه يخون مثلا، يولي يجيهك الدبرسيون هذيك. خيانه من خيانه، بالنسبه لك انت الخيانه الصديق كيفاش بالضبط؟ معناها شنو يعمل باش تسميه خاين؟ خيانة الصديق إنه واحد يكون يغتابه معناته يغتاب صديقه، في قدام صديقه يبدأ يحكي محليك ومحلى زينك وكل، ولا يقول له عندك حق وكذا في موضوع الحاجة، من بعد يتلفت وراه يقول هذا خايب وهذا خايب مش باهي، ما عندوش حق إنه يتعارك مثلا زوز واحد مع واحد. زوز ما صديق يجي معاه لا ساعات يجي ضده. وهي ذي خايبة معناتها يزم ساعة يكون معاه يجي معاه الصديق يبعدك يجبدو على جنب يقول له كان ثم غلطة معناتها يقول له اللي راك انت غلطت في الديتاي فلان فلاني راه ما كانكش ما قاركش تقول له حاجة كيف هكا وهكا. الأصدقاء علاش موجودين؟ احنا علاش موجودين؟ باش تصلحوا لبعضنا. كي تشوف صديقك غلط لازم تصلحوا، حتى العائلة زادة تصلح لبعضها، علاش بشر احنا. انت ما زلت تأمن بالصديقة؟ بالطبيعة عندي برشا أصدقاء أنا الحمد لله. قديش؟ عندي إيمان، عندي آية، برشا معناتها ولاد وبنات أنا ما عادي بالنسبة لي. فما بنات تفضل صديقة الأولاد، فما بنات تفضل صديقة البنات، أنت يظهر لي من النوع اللي عندك الزوز. عندي زوج أنا، خاطر البنات يتسحقين في مواضيع خاصة بالبنات معناتها في مشاكل نتاع البنات وكل. والأولاد تنجمي تقولي بلي هم عندهم الوفاء أكثر من البنات زادة. تلقاهم وفيين اكثر في الصداقه معناتها، ونجم زيدا يعاونك في حاجات لازم الرجال هما اللي يتصرفوا فيها معناتها. ذاك هو بالنسبه ليا لازم الاثنين معناتها تحقيهم التوازن بين الجنسين. من نوع اللي تحكي اسرارك لصاحباتك ولا تخليهم بينك وبين روحك؟ لا عندي صديقه واحده بركة حاليا حكيت لها اسراري كل شيء. اي وهي حاليا ما قالت حتى حرف ليا، برشا كلمتهم معناتها قلت هي حتى لو كان قالت حرف مش باش تتلام قد ما تتلام انت على روحك، خاطر انت عطيت سرك. اي صح انا عطيت سري، اما صاي خاطر وصلت وثقت فيها للماكسيموم
علاش الانسان يوصل يعطي سره معناها؟ علاش ما يخليهوش لروحه؟ الخطر الانسان ما ينجمش يكبت في داخله حاجه، الحاجه ما تنجمش تقولها لامك مثلا، العائله تكتب وتحرق، تكتب لتحرق مهمه مختلفه، يلزم واحد معاك يقول لك باللي انت معناتها يحملك، يلزم واحد تبارطاجي له. انت ما زلت في عمر نتاع تستحق شكون هكايا سندك معاك؟ اي اصلا احنا نعاونوا في بعضنا ديما في القرايه، نعاونوا في بعضنا في الدنيا، كي نتعارك انا وحده تجي معايا صاحبتي وصحابي معناتها كل. نعمل العرك صار انت؟ ليه ما نعملش، اما كي وحده تكلمني وتقول لي مثلا ستما وحايد معناتها كلموني ودي حبوا يتنمروا عليا. انا وقفت عند حدهم، هم هما زاد معاهم صاحبتي زاد وقفهم عند حدهم مشكوري. شنو هو اسباب المشاكل اللي تنجم تصير مع طفله اخرى؟ اسباب المشاكل تنجم تصير مع طفله اخرى اكثريه الغيره، الغيره والا انه صاحبها معجب بها. صاحبها معجب بيك مثلا؟ اي، ولا واحد اللي تحبه يحب الطفله اللي قدامها. فزيت هذوما نتاع صغار. زيت صغار ديم في المونتوراج نتاعي معناتها. وثم فاسيت اخرى زاده انه المراه كي تشوف امراه اخرى ناجحه في حياتها، كيفاش انها مثلا قرت على روحها ووصلت للنيفو الكبير، ينجم تنغر معناتها، مش تنغر، تحس في قلبها تولي تكره المراه ذيك اللي قدامها وتعمل لها عم برشا عمايل. انت من النوع اللي تختار اصدقائك ولا لا بالصدفه؟ نختارهم، نبدا نشد تركينها هكا من بعيد ونبدا نحسب فيها، نعرف انا هي البنيه اللي باش تحط عليها خواطري، معناتها كيفاش باش نولوا احنا وياها اصدقاء، نعرفها من عين صاي، نقولها زي صاي صاحبتي. وبالحق عندك الحاسه السادسه ولا العبيد؟ عندي تخزر تعرف العبد هذاك خاين ولا؟ نعرفه من خاين ونعرفه وين يمشي وين يجي زادا. من كلامك برك نعرف شنو الانسان ينجم معناتها يفكر، معناتها شنو نظرته ليا. صارت لك خيانه مع صديقه او صديق؟ يمكن اي مرة. اي كنت تحبها الصديقة هذه؟ اي. كيفاش هكا تجاوزت الحكاية؟ تجاوزتها بصحاب جدد، عملت صحاب جدد وقالوا لي انسي الماضي فك عليك منها، هي ما كانتش قد مستوى وانت افضل منها. انت جربت نهار غلطت مع صديقة وندمت؟ يمكن اي، صاحبتي فريال تعركنا عركة بعد رجعنا لباس. علاش؟ عركة صغيرة معناتها عارش كيفاش تقولها. انت غلطت في حقها؟ هي حبت تعاوني معناتها في الرسمة، يا اخي فسدتها لي، يا اخي قعدت تعارك معاها صغيرة وقتها صغار معناتها، قعدنا متعاركين اسبوع كامل بعد رجعنا، ما حبيناش نقعدوا بعد على بعضنا نغزلوا بعضنا، مستسين ديما ناكلوا مع بعضنا ونضحكوا مع بعضنا، نتفرجوا على الاغاني اللي احنا نحبوها كل معناتها، على غالب بعد رجعنا. باش تنصح الاصدقاء اللي في عمرك؟ ننصح الاصدقاء اللي في عمري كيفاش باش ننصحهم؟ اصدقاء حافظوا على بعضكم، ما تنغلوش من بعضكم، حبوا لبعضكم الخير تربي يعطيكم. احب لنفسك ما تحبه لغيرك، حتى كي تحس روحك حسيت عبد تستعوذ من الشيطان. اي كيكا تقول ديما اعوذ بالله ديما كيكا، العين عندها حق زيد وحكاية هذيك. ان شاء الله بركة ربي يخلي صداقة برشا عبيد وما يخليهمش يعيشوا الخيانة والحكايات هذيك. امين يا ربي، ميرسي بوكو عايشة. لا داعي، شكرا.